طيب يا مريم، بعد كده نقوم ننتقل ب مريم منو؟ وضح مريم وضحة منو؟ وضحة شاهدة انت يا وضحة، ما يقوم يقطع من المونتاج. انا ماسك القلم ما بيكتب نفسه شقي، وانا حقطع الحاجة دي في المونتاج. انا كنت شغال، نحن عملنا فيديو مع مريم كنت شغال فيه مونتاج قبل شوية. دحنك منو سا؟ اي خمشي عليه. وضحة مدني، انت من مدني؟ اتوع سؤالي دائما بيجيني لانه اللاست نيم بتاعي مدني. مدني عباس قريبكم؟ مدني عباس. يلا ورهف ساكن جنبكم؟ أبو رهف. تواصلت معاك عشان أقول لك يا أخي أطرح لك، فقمت رسلت فويس نوت. أنا سمعت الفويس نوت دي، قلت أنت ليه صار طوالي في صور إنستغرام؟ ده موضوع يا جماعة، يعني بالنسبة لي حساس شديدين. طبعا أول ناس كده حمسوني على اليوتيوب السداء بحب زول كافيه، لكن أنا لما بدأت اليوتيوب بتاعي يعني دي الحاجة اللي أنا مستغربة، إنه بجد ما لقيت أي زول يعني من العيلة، من صحباتي، حتى من أهلي في السودان. لقيت إنه بنات خالتي مثلا بيتصلوا علي. هل واجهتي مشاكل مثلا زي عنصرية وكده ده في كندا؟ انه كومبليتلي انه اقول انا هسه ام بلندينج ان مع المجتمع هنا، لا. انا مريت بمواقف عن المدير حقيني، يعني مثلا مع المدير بتاعي وكده، الاتش ار شاف البيانات بتاعت الموظفين كله خدتها قدامه، بيخش للموظفين من دارفور بيقول لهم ديل اولاد عرب ما تسمعوا كلام الناس، ديل اكسروا الاضراب واشتغلوا شغلكم وحافظوا على وظائفكم. انا صراحه زوله بكره البرد، بكره شديد، وانا انسانه بحب الحر، يعني من الاخر يعني انا حر السودان بالنسبه لي اهون بكثير من بلد كندا. وضح مدني يا اخي، اول حاجه نحن مبسوطين جدا 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 وتشرفنا جدا يا اخي باستضافتك هنا ده، ومقدرين جدا زمنك معنا هنا. شكرا لكم شديد والله، انا برضه مبسوطه شديد. طبعا ده اول كولابوريشن لي مع يوتيوبر سودانيين، فجدا جدا متحمس انا لأنه شرف الحاجة دي. حبايبنا الحلوين في كل مكان، رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامجكم المفضل، أزبط برنامج في العالم، سكر بني أزبط برنامج في العالم. الليلة إحنا جايينكم بأزبط ضيفة، أزبط ضيفة، ضيفة كتب فيها الشاعر أسهري محمد علي وغنى لها فنان كبير مصطفى سيد أحمد، حافظ الله حافظ الله. أحلى حاجة مرة جيت خاش لها في الديمز دار أقول لها وضحة يا، قلت لها دي قلت وضحة يا شمس المشارق، تاني غيرتها قلت وضحة يا فجر المشارق. مهم لخبطت الشغلة دي، صوت أصوات شديدة خلاص. معنا ومعاكم يا اخواني الليله ضيفتنا وضاحه مدني، مرحبا بك وضاحه ومنورانا كثير الليله والله. اهلا بكم يا جماعه شديد، وشكرا على استضافتي. زي ما قلت لكم جدا متحمسه اني اعمل كولابوريشن ده معاكم، اول يوتيوبر سودانيين اعمل معاهم الكولابوريشن ده، فشكرا لكم شديد. منورانا والله يا وضاحه، وممكن تعرفينا وتعرفي مشاهدين سكر بني عليك شويه. اسمي وضاحه مدني، يلا انا سودانيه سودانيه الاصل، لكن عايشه يعني تربيت وعشت هي عايشه هنا في كندا في مدينه اوتاوا العاصمه. شغال هسه موظفه في بنك، عشان كده زي ما شايفين يا جماعه كل شويه عشان نعمل كان الحلقه دي الاوقات ما بتتقارب، لانه دائما في الشغل. اتخرجت من بزنس وبديت اليوتيوب لي 7 شهور هسه، اقول يا 7 شهور تقريبا بالضبط، والحمد لله يعني مبسوطه اني اكون معاكم هنا وابدا الحاجه دي يعني. طيب وضحها مدني، انت من مدني؟ طبعا سؤالي دائما بيجيني لانه اللاست نيم بتاعي مدني، لكن انا جماعه ما من مدني ولا لاي علاقه بمدني. انا اصلا على ما اعتقد من كردفان، ده يعني الحاجة اللي أنا بعرفها. على ما أعتقد دي سمحة عجبتني. ما متأكدة ولا كيف؟ لأني يلا ما بركز في موضوع إنه أنا من وين كده بالضبط ده، يعني أحيانا بسأل مثلا أهلي وكده بيقولوا لي، وتاني بنسى صراحة ما بركز مع الموضوع، فما في النهاية أنا شنو سودانية ما بركز في موضوع أنا من وين بالضبط، لكن أهلنا معظمهم في الأبيض وفي مدرمان والحتات. سؤال تاني بيكون بيجيك قبل كده برضه، بما إنه مدني ومدني، مدني عباس قريبكم؟ مدني عباس يلا دمنه. أوكي. طيب ما مشكلة. يا جماعة. مدني عباس ده وزير في الحكومة، وزير سابق في الحكومة الانتقالية، الوزير اللي كان شال الوزراء كلهم إلا هو ما شالوه وصار الجدل وكده يعني. أوكي بسمع بالاسم كده مدني عباس، لكن ما أعرفهم بصراحة. ما عندك أي علاقة بالسياسة السودانية كلها؟ ما يزني جماعة اسمه مدني بالسلام. طيب وضحة، أنت آخر زول في البيت، آخر العنقود ولا كبيرة البيت ولا كيف ترتيبك؟ أنا بالعكس أنا أول العنقود، أكبر وحدة في البيت ما شاء الله، عندي بعدي أختي وبعدها 2 أخواني أصغر مننا. طيب سؤال بنحب نبدأ به دايما، وضحة في اليوتيوب هي نفسها وضحة في الحقيقة؟ ممكن أجاوب عنك السؤال ده جزئيا، بأنه لما تواصلت معاك عشان أقول لك يا أخي أطرح لك فترة الكولابريشن وكده ده، فقمت رسلت فويس نوت. أنا سمعت الفويس نوت دي قلت ده جزء من فيديو.
نفس الطريقه اللي بتتكلم بها في الفيديوهات غايه ده من جهتي دي الحاجه اللي انا عارفها. فانا جاوبت نص السؤال عنك لكن اترك لك المساحه عشان تجاوب على السؤال. طبعا انا في الفيديوهات بحاول على قدر ما اكون اني اكون نفسي صراحه لانه دي بحس انه اي اكثر حاجه بتقرب الناس ليكي. اول فيديوهات لي يا جماعه يعني حتى في فيديو بتذكر مسحته من اليوتيوب لانه في الاول بدات كده متصنعة كانت أول فيديوهات لي فبدأت كده أتصنع زي باقي الناس يعني معظمهم بنشوفه في السوشيال ميديا وكده إنه أحاول إني أشبههم عرفتها إنه أنزل بدلة وصوتي يكون ناعم ورقيق وما أعرف شنو حاجات زي دي. لما حتى أنا عايم في الفيديو ما كنت مبسوطة بالفيديو صراحة لأنه حسيت إنه دي كنت ما أنا. فبعدها قلت لا أنا صراحة حأبدأ أكون زي ما أنا نفس طريقة الكلام الصوت ما حغيره. فلأول ما بدأت أعمل الحاجة دي ده لما بجد شفته حتى تغيير من التفاعل بتاع الناس معاي وده أعتقد هو الحبب الناس فيني وحتى أنا بكون شنو مبسوطة لما أنزل الفيديو لأنه دي أنا. في سؤال مرتبط مع السؤال ده وضحها مع ظهور وسائل التواصل كلها والبلاتفورمز المختلفة بيقول لك إنه الشخص عنده شخصيات مختلفة في كل بلاتفورم يعني وضحها في اليوتيوب. انا بالنسبه لي اوضح في اليوتيوب ما هي اوضح في انستغرام. في سؤال بيجي هنا انت ليه صارت طوالي في صور انستغرام؟ طبعا سؤالي بيجيني الناس كثير. الحقيقه بالمناسبه لا محمد قال لي يا اخي اسمع انه من احنا شغالين اعداد للحلقه طبعا بنخش بعدها بنشوف بنفتش ورا حياه الزول كده بنعمل لنا ريسيرش سريع كده ده. هو قام بيقول لي في انستغرام كده قام قال لي اسمع انت الزول دي ما صارت طوالي كده في شنو نهائي ما اوضحها في اليوتيوب. بجد يعني حتى في ناس كثير بقابلهم قبل ما ابدا اليوتيوب وكده بكونوا شايفيني في الانستغرام لما يشوفوني في الحقيقه بيقول لي اوضحها انت يعني بجد مختلفه تماما من الانستغرام. يعني الانستغرام كده زي على قولتكم صاره طوالي بتكون بتصوري كده دائما 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 لانه شنو بحس انه الصور مختلفه تماما عن الفيديوهات. يعني الصور في النهايه مهما عملت مهما حاولت ما بتقدر تعبر عن نفسك فيها ما بتظهر فيها على حقيقتك. يعني انا في ناس كتير بشوفهم في الانستغرام وكده في الحقيقه بتكون يعني مختلفة تماما لأن في النهاية دي صورة. وطبعا انستغرام على ذوي يعني كده شنو بوزات كده معينة فبحاول على قدر ما أقدر إني أنا في الحاجات بكون ببتسم فيها وكده لكن ما بحس إنه الصورة تزبط معاكي. This is interesting بالمناسبة لأنه في صور معينة كده ده بتعجبنا شديد بنقول شنو الناس فيها عفويين فده معناه إنه لما تعجبنا لما تظهر الحياة تكون زي الحاجة الشاذة في النص كده ده معناها زي الحاجة دي ده ما العادي دي حاجة فوق العادي إنه الناس يظهروا على طبيعتهم في الصور عشان كده بتقوم بتظهر لنا من بين نص الصور كلهم وبنقول أيوة الناس دي على طبيعتهم في الصورة دي بالضبط. فكلامك صح. صعب صراحة الواحد يكون على طبيعته كده في الصورة لأنه حتى مثلا الصور بتاعت الضحك والحاجات دي إلا بالجد تكون كده تكون بالجد عفوية حتى أنت ما منتبه إنه فعلا في زول أخذ الصورة صورك الصورة دي حتى فعلا تطلع عفوية لأنه في صور كتير الناس بتمثل إنها بتضحك في الصورة. يعني مهما حاولت في النهاية الصورة دي شنو هي صورة يعني الواحد بيكون مصطنع فيها وحاجات زي دي. ما زي الفيديوهات يعني الفيديوهات الواحد بيقدر بالجد يطلع شخصيته الحقيقية فيها. جميل جميل. طيب نحن عارفين انه الدخول في عالم اليوتيوب او الدخول في عالم السوشيال ميديا عامة بيجي بتحدياته بيجي بمحاسنه بيجي بمساوئه وكلنا بنكون عارفين التحديات اللي بتجي في الحياة دي لانه زي ما عارفين الناس دايما بيكونوا توكسيك كده في خصوصا في الكومنتات في الشات وفي الدي امز وكلام زي ده. فاول حاجة الاسرة رايه كان شنو في بموضوع انك تبدي برنامج يوتيوب كده؟ والله صراحة انا طبعا اليوتيوب ده من زمان كنت حابة اعمله من ايام الجامعة دائما كنت في حاجات معينة دارة أوصلها في موضوع اليوتيوب ده. كنت بتحضر منه زمان معلش المقاطعة زمان في اليوتيوب يوتيوب سودانيين يوتيوب سودانيين طبعا أول ناس كده حمسونا على اليوتيوب السودان بحب زول كافي. زول كافي ده يعني برنامج ده بالجد بحبه شديد. تحية لمحمد عيوض اللي هنا أخونا. برنامجي كان حلو شديد ضحكني شديد يعني بضحك فيه دائما. تاني من اليوتيوبرز كده السودانيين انا يلا ما بدات اتعرف على اليوتيوب السوداني الا بعد ما بداته حكون صريحه. يعني محمد عويدي كان اي ثينك اليوتيوبر الوحيد اللي بتابعه بعد ما بدات اليوتيوب ده لما بدات افتش على يوتيوبرز ثاني سودانيين. ولما انتوا برضو لما في الانستغرام اكتشفت انكم كمان يوتيوبرز سودانيين بدات اتابع الشو بتاعكم فاليوتيوب السوداني كده تعرفت عليه شنو بعد ما بدات صراحه. لكن انا لما بدات اليوتيوب بتاعي في الاول لما قلت لصحباتي انه لاهلي سوري انه انا عايزه ابقى يوتيوبر وكده جدا جدا تشجعوا للفكره. يعني دي الحاجه اللي انا مستغربه انه بجد ما لقيت اي زول ضدي يعني من العيله
من صحباتي حتى من أهلي في السودان كنت متوقع إنه ممكن في الأول ما يتقبلوا الموضوع ده أو ما يحبوا الفكرة بتاعتي إنه ممكن أنا أكون على اليوتيوب. لكن لما لقيت إنه بنات خالتي مثلاً بتصلوا علي حابين الفيديو بتاعي شديد، حتى أولاد خالاتي وأولاد يعني كل أهلي في السودان برضو بدأوا يشجعوني، فالموضوع ده بجد يعني فرحني لأنه أنا في الأول ما كنت متوقع حاجة دي، كنت متوقع إنه في ناس ممكن توقف ضدي. حتى أبوي لما قلت له إنه أنا عايزة أبدأ اليوتيوب يعني في الأول طبعاً قاعد يضحك لأنه ما فاهم أساساً اليوتيوب ده شنو. فبعدين لما شرحت له واليوتيوب ده شنو قال لي دي فكرة حلوة، ولما حكيت له أنا الهدف المعين اللي عايزة أصل له في اليوتيوب شنو فشجعني برضو. أختي دائماً كل لما قلت لها كل شوية حتى لأنه كنت شنو حبيت إني أبدأ وبعدين بدأت أكسل فكل شوية بتيجي تسألني ها حتبدي قناتك 200 ها حتفتحي 200. قلت بما إنه الناس شنو يعني متحمسة لي فمعناها أنا فعلاً مفترض الحاجة دي أبدأ. وسافرة برضو من الناس اللي كانت متشجعة على فكرة اليوتيوب دي الشديد، وهي قالت لي إنه أسمع إحنا دائماً بس بنتكلم إحنا الأسبوع الجاي حنفتح القناة ونبدأ ننزل الفيديوهات. بسيرة سافرة ومريم، الزول دائماً لما يشوف فيديوهاتك يا إما أنت في قناتهم يا هم معك في قناتك، فتعرفتي عليهم 200 وعلاقتك بهم بدأت من 200 وكيف؟ سافرة ومريم تعرفت عليهم من أيام الثانوي، كنا كلنا مع بعض في نفس المدرسة بل هاي سكول. أول ما جيت المدرسة مريم كانت أوريدي هناك، سافرة وفاطمة هما التوأم طبعا إحنا دائما نسافر وفاطمة مع بعض، فهما كان لسه ما جوا المدرسة. ففي علاقتنا في الأول صراحة إحنا كنا متشتتين، يعني أنا كانت عندي شلتي، مريم كانت عندها شلتها، سافر عندها برضو شلتها بعد فترة وبعدها لكن في نفس الوقت كلنا لأنه كده العرب دائما بنقعد مع بعض، فالطلعات مثلا بتاعت الويكند اللمات وكده بنجتمع مع بعض، بدأنا نبقى very close مع بعض كده ونقول إنه أوه إحنا فعلا صحبات. مع سافرة بقيت صحبتي قبل ما أبقى مع مريم. مع سافرة لأنه إحنا من الثانوي كنا بناخد كلاسات مع بعض، الكورسز بتاعتنا مع بعض، بعدين قررنا إنه ناخد الكلية مع بعض نفس الحاجة، فبدأنا بقينا close شديد في الكلية لأنه 24 ساعة كنا مع بعض، بجد كنا 24 ساعة مع بعض لدرجة إنه يمكن بنتفارق يوم في الأسبوع لأنه دائما كنا مثلا بمشي بقرأ في بيتها بتقرأ في بيتي، دائما في sleep overs يعني حتى أمي كانت مسمياني سنوب التلجيرة لأنا ما مريم في الوقت ده كانت كلوس مع التوأم بتاع سافرة أكتر. فبعد فترة بعد ما سافرة سافرت سافرت أنا ومريم يلا بقينا صحبات شديد، بقينا very close، وأنا ومريم شخصياتنا جدا جدا شنو يعني زي بتكمل بعض، فلقينا بعض إنه إحنا بنشبه برضو بعض في حاجات كتيرة كده يعني، فبقينا جدا جدا مقربين برضو 24 ساعة دائما مع بعض. حلو حلو ما شاء الله، إن شاء الله ربنا يدوم المحبة والود بيناتكم. نخش على فيديوهاتك في اليوتيوب، في جملة بتقول أجمل شيء يمكنك ارتداءه هو الثقة، الجملة دي بتعني لك شنو؟ ليها معاني كثير بالنسبة لي لأنه دي حاجة أنا في فترة كانت ثقتي في نفسي جدا جدا ما يعني بقول إنه منتهية تقريبا، ودي حاجة لاحظتها إنه شنو لأني كنت بهتم بكلام الناس، كنت بهتم بالناس بيفتكروا فيني شنو ومشي حياتي على إنه الناس عايزة أنا مني شنو، فالحاجة دي أنا لاحظتها إنه شنو إذا استمرت كده ما حقدر أكمل في حياتي. فعلشان كده أول ما بدأت أشتغل على موضوع الثقة في النفس، وحتى أنا نزلت عنه فيديو لأنه وحتى في معظم فيديوهاتي لما أتكلم عنه دائما برجع لموضوع الثقة في النفس، فأنا عندي فعلا الجملة دي لما خطيتها كان بتعني لي كتير لأنه دي حاجة أنا بجد لما بجد لبستها إنه ارتديتها على قولة نزيل الكوت ده لما حسيت إن حياتي بجد تغيرت شديد. بتخافي تقولي لا يا وضاحة؟ بخاف أقول لا، كنت بخاف أقول لا، لكن هسه لا. أنا يعني بحس إنه الواحد لما دائما يقول أيوة حتى لحاجات ممكن تكون بتأثر عليه وعلى نفسيته، أو مثلا حاجة هو ما راضي بيها بس بيقول لا عشان بيقول أيوة سوري علشان يرضي الناس، دي حاجة أنا لغيتها من قاموسي شديد يعني تماما. أتفق بشدة. في فيديو عملتيه وضاحة اسمه لو عمل شنو معناها ما بيحبك، في ناس بدأت تقول وضاحة حتبقى رضوى الشربيني السودانية، انت رايك شنو؟ انت ليه وضاحة انت بتعمل فينا كده؟ ليه وضاحة يعني نحن الاولاد عملنا لكم شنو يعني؟ تقول ليه بتعمل لنا كده الموضوع بتصعبين انت بتصعب الحكاية ده علينا كده ليه يعني؟ ما عملت لكم فيديو انتوا برضو قلت اراضيكم فيه وانه
كيف تعرف البنت انه ما معجبه بيكم؟ عرفت عشان يعني to compensate عشان كده يعني to compensate عشان يعني ما يقولوا compensate كده شويه عملتها واضحه. عملت الفيديو ده كان لانه صراحه انا كانت بتجيني اسئله كثير من البنات. انا يعني معظم الفيديوهات اللي بعملها دي جماعه بتكون دائما يا اما واحده مثلا بيقولوا لي انه مثلا فلان ده انه عمل لي انا اوضح عايزه رايك في موضوع او استشارتك في موضوع انه مثلا واحد مثلا معجب بيه او واحد بحبه او واتيفر بيعاملني كده وهنا. فشفت انه في بنات كتير يعني انه شنو محتاجين الاستشاره بتاعتي دي، مع انه انا ما خبيره مثلا في العلاقات والحاجات دي، لكن من الحاجات اللي بشوفها في حواليني الاكسبيرينس بتاعت الناس اللي حواليني، فبقدر انه مثلا شنو من الاكسبيرينسز دي انه اتكلم عن الموضوع. اكيد مرت عليه حاجات في حياتي يعني برضو. فعملت الفيديو ده علشان شنو؟ بس انه للبنات انه ظلم من الاخر يا جماعه، انه اذا البني ادم ده كده لن يتزوجك من الاخر يعني اختصر الموضوع. طيب يا مريم، بعد كده نقوم ننتقل بوضح مريم منو؟ شاهدة انت يا وضاحة، ما يقوم يقطع من المونتاج. ما يقطع من المونتاج، مين اسأل؟ الماسك القلم ما بيكتب نفسه شقي، وانا حقطع الحاجة دي في المونتاج. انا كنت شغال، نحن عملنا فيديو مع مريم، كنت شغال فيه مونتاج قبل شوية، دحنك منه سا. طيب نخش على حياتك في كندا. اول سؤال بيتبادر بالذهن، كونك سودانية مشيتي هناك وعمرك 8 سنين صح؟ لا من جيت هنا، جيت هنا كبيرة كندا، جيت عمري 14 سنة. اول سؤال بيتبادر في الذهن كده، هل واجهتك صعوبات في انك تتأقلم، انك تبلند ان في المجتمع يعني، وفي اي قصص حصلت لك انه من عدم التأقلم مع المجتمع الجديد اللي انت خشيتي عليه؟ تبلند ان انا بقول لك بحتكلم معاكم بصراحة، لحد هسه انا معاني من الموضوع ده بتاع البلاندينج ان مع يعني مع الكالتشر الكندي، لانه في النهايه زي ما انا قلت انا جيت هنا كبيره، فاوريدي انا كانت عندي حاجات كده اتعودت عليها كعادات كتقاليد كمواضيع زي دي، اوريدي اتبنت فيني من وانا صغيره، لانه كنا عايشين في السعوديه. انا صراحه من السودان، ما بتذكر ما حصل عشت في السودان يعني. طلعت من السودان وانا عمري زي 3 ولا 4 سنه، فعشت عمري كله برا السودان، لكن في حاجات كده حتى في السعوديه لان زي بلد مسلمة بلد عربية بتترسخ فيك يعني من أنت صغير. فلما جيت هنا أوريدي أنا كنت كبيرة، فموضوع إنه تبلندن لقيت الموضوع ده صعب، لأنه هنا الكالتشر بتاعتهم completely different. فأنا حاولت على قدر ما أقدر إنه أخذ الحاجة الحلوة من اللي هم عندهم هنا، وأخذ من العادات والحاجات اللي عندنا هناك، وأعمل مزيج كده لنفسي. فإنه to completely إنه أقول أنا هسه I'm blending in مع المجتمع اللي هنا، لا I'm not blending in completely. ودي حاجة برضو صراحة إحنا برضو هنا الناس بتعيش، بحس إنه برا عموما في اللي تربوا برا السودان عندنا مشكلة مع الهوية بتاعتنا صراحة. okay. لأنه إحنا حتى لما نرجع السودان بنلقى نفسنا إنه we can't blend in مع ناس السودان. ولما نطلع برا we can't blend in، فإحنا ضايعين كده في هوية ما معروفة إيشنا صراحة. فبنحاول نتأقلم بإنه نعمل إحنا هوية كده لنفسنا كده برانا. فعشان كده إنه طبعا بنلاقي صعوبات يعني إنه to blend in completely. طيب واحدة من أصعب الحاجات اللي ممكن تكون لقيتك، البرد كيف في كندا وضعها؟ ده موضوع يا جماعة يعني نزرع حساس شديد. أنا صراحة زولة بكره البرد، بكره شديد. هذه الحاجة اللي أنا بجد مخلياني إنه ما أقدر أعيش هنا في كندا، اللي هو موضوع البرد، خاصة إنه المدينة اللي عايشة فيها دي من أبرد المدن يعني. في واحدة من الشتاء كانت أبرد مدينة في العالم. أنتوا تخيلوا يا جماعة، أنتوا في ستة شهور في حياتكم في برد. يا سلام يا اخي، والله لقيت الحياة ثاني ودايريه حاجه. انا بتكلم لكم عن برد انه لما تطلع حتى ما بتقدر تتنفس، لانه لو تنفست بتحس الرئتين بتاعتك بتجد يتجمدوا، عرفتها؟ فموضوع ما سهل. وانا انسان بحب الحر يعني من الاخر، يعني انا حر السودان بالنسبه لي اهون بكثير من بلد كندا. اخر مره جربتي حر السودان، اول شيء مشيتي السودان في شهور كم؟ يعني مشيتي في الصيف ولا في الخريف ولا في الشتاء؟ ومشيتي 200 واتس برو. That's how hot it is out here. I'm telling you, yeah, don't play. You see, look at that. Bring it closer. Look, bro. Who's hungry? That's how hot is that shit, bro. آخر مرة مشيت حر السودان كان في 2013
لا سوري، في 2015 ده كان آخر مرة مشيت حرس السودان، اللي هو دائما بنزل مثلا من شهري نهاية 5 كده لحد شهري 8، فبيكون حر يا جماعة. خمسة حار شوية، لكن بعدك بيدخل الخريف. بعدها بيدخل الخريف. بتقعدي في الخرطوم ولا بتمشي كردفان؟ لا لا بقعد في الخرطوم. معناها شفتي السخانة. دي السخانة لأنه كردفان برد ما زي الخرطوم. ودقيقة، أنت بعد ما شفتي السخانة بتاعت شهر 5 هسي حاليا أنت بتفضلي السخانة بتاعت شهر 5 على البرد بتاع 6 شهور الحين؟ والله بفضل السخانة بتاعت شهري 4 و3، خلي من السخانة من البرد. صعب الموضوع ده شكله كاتب. صعب يا جماعة. حنسألك من زول شكلك أكيد ما حتكوني عارفاه ما دام ما عرفتي مدنية وضحها. أبو رهف ساكن جنبكم؟ أبو رهف؟ أيوة أكيد ما حد عارف أبو رهف. لا لا مما فكرت فيهم أنا ما بتعرفيه. أنت أبو رهف فنان؟ هو فنان في حاجات تانية. ده واحد ناشط سياسي كده كان ظاهر يا مستورة وكان قاعد في كندا شوية كده، في النهاية قلب كوميدي أكتر من سياسي. هو أوكي هو عين نحن بعد الثورة دي عندنا في السودان شيوخ وسياسيين، ديل هم بيسموا نفسهم شيوخ بيسموا نفسهم سياسيين، لكن هم ستاند اب كوميدي من الدرجة الأولى، بس ما مقدرين موهبتهم دي. يعني مثلا ما يجلس نشوف الموهبة بتاعت محمد مصطفى عبد القادر في الستاند اب كوميدي، الزول ده شو كامل كده، ده صح. عبارة عن شو، الناس بيكونوا قاعدين في الجامعة يعني بيحضروا الخطبة، الناس بيكونوا قاعدين مبسوطين وبيضحكوا وبيصفقوا، دي ما شو كامل. ده بتاعياتون تبا لكم ده بس بس يا هوزا يا هوزا بضحكني كل فيديو، لا طبعا لازم ده على البتشات بضحكني. طيب نرجع للحته بتاعت المجتمع الكندي، ونحن من البدايه بنحاول نرسم تايم لاين عن شكل الحياه وكده، ده وصلنا للحته بتاعت الشغل. طيب لما جيتي خاشه للمجتمع العملي، هل يعني هل واجهتي مشاكل مثلا زي عنصريه وكده ده في كندا في المجتمع الوظيفي؟ في المجتمع الوظيفي عنصريه كده قدامي انا ما حصل مرات علي صراحه. في طبعا بتكون العنصريه اللي هو بتكون زي ما قلت قبل كده تحت يعني ما بتكون شايفه، يعني ممكن اكون قدمت على شغل عملوا معي الانترفيو وكل حاجه، لكن بس لانه موضوع انه ما عجبهم مثلا انا مسلمه او انا يعني ام بلاك او الحاجات دي ممكن يكونوا رفضوني، لكن ما بكون عارفه لانه طريقتهم هم هنا عندهم انه ما بيقدروا يقولوا لك كده في وشك. يعني بحس انه امريكا مثلا العنصريه بتاعتهم اكبر واضحه اكثر، هنا ما بيقدروا يعني ما بيقدروا مثلا يجي يقول لي انه احنا مثلا ما يردوا علي او كده، لا بدوك الفرصه انك انت تعمل انترفيو بعدين برفضوك بطريقه ظريفه. لكن هل قابلت انه فعلا انه مشاكل في الشغل كده كتير؟ لا صراحة، يعني ما حقول انه انا فعلا تعرضت كده لعنصرية كبيرة. ده الكلام ده على المستوى الاداري. طيب على المستوى زملاء العمل، يعني زملائك معاكي الموازين لك في الدرجة الوظيفية، في اي حاجات زي دي؟ يعني انا صراحة المكان اللي اشتغلت فيه انا بشتغل فيه جدا دايفرس، البرانش اللي انا شغالة فيه دي حاجة حلوة شديد. بالضبط، فيه عرب كتير، فيه مسلمين، فيه بيوض، فيه سود، فيه يعني في كل بتلقى كل الناس. فشنو البرانش بتاعنا يعني المجتمع بتاعنا فيه جدا جدا مرحب بكل الناس، فما لاحظت حاجة زي دي. حتى في الشغلات اللي قبلها اللي أنا كنت شغالاها يعني ما لاحظت حاجة، لأنه كان برضو المجتمع شنو، كنت بشتغل في محلات معظمها نسائية. يعني مثلا لما كنت في الثانوي كنت شغالة في محل بتاع ملابس، بعدها اشتغلت مع دكتورة عيون، دكتورة العيون نفسها كانت عربية. أنا شخصيا كده ما واجهت الموضوع بتاع العنصرية دي شديد، لكن طبعا بتجينا كومنتات من هنا من الزباين، حاجات زي دي طبعا يعني بتجي احيانا كومنتس. الحمد لله انك ما واجهتي طبعا التجارب السيئه دي يعني. طيب بعيدا عن موضوع العنصريه، يعني نحن لسه في المجتمع الوظيفي، لو جينا قارنا بيئه العمل بين السودان وبين كندا، بنلقى انه في السودان ابرز حاجه الزول يعني بيلقاها ظاهره في بيئه العمل انه الناس بتاخذ المواضيع يعني بشخصيه، يعني يعني انا لو اختلفت في رايي مع مديري، مدير طوالي بيقول هذا اللي عامل فهم وفهم احسن مني، ده جامدين ده خارجه طوالي بيبدا بيضاديني وكذا. فهل يعني بعيد طبعا عن موضوع الرئيس والحياه الزي دي، المجتمع الوظيفي هناك فيه يعني العقليه فيه كيف؟ هل بتكون فيه نفس الحاجات دي ولا نازل اللي تخطوا الحياه دي بدري ولا الحاصل شنو بالضبط؟ على حسب انت طبعا شغال وين وكذا، لكن هنا الحاجه الكويسه في كندا انه في الاتش ار هيومن ريسورسز ديبارتمنت ده بيعمل بروتكشن كبير للموظفين. وانا مريت بمواقف عن المدير حقيني، يعني مثلا مع المدير بتاعي وكده، ولما حسيت انه شنو انه انا مثلا في حاجه معينه ما عجبتني
او في حاجه معينه هو عملها انا ما راضيه بيها او كده, والطريقه بتاعت التعامل كانت شويه رف, بقدر امشي اقول للمدير انه عايل انا ما عجبتني انت الحاجه اللي انت عملتها دي وكده, وبيعتذر لانه بيعرف انه مثلا اذا انا صعدت الموضوع ده مثلا ل HR او حاجه زي دي ممكن الموضوع ده ياثر على هو وظيفته وكده. فهنا الامبلويز ال HR ديبارتمنت بيعمل لهم بروتكشن لكن المشكله الوحيده انه شنو في موظفين كتير ما عارفين انه ال HR ديبارتمنت بيساعده. انا ما عرفت الحاجه دي الا متاخر, يعني انا في الاول كنت يا خايفه او مثلا اي حاجه مثلا ممكن اتقبلها او كده, بس بعد ما اكتشفت انه لا في حاجه اسمها HR ديبارتمنت ده لما جاتني جرأة انه مثلا انه لا انا تاني ما حتقبل اي حاجه انا ما عجباني. فما عارف في السودان بيكون طبعا ده عكس السودان تماما. ال HR ديبارتمنت في السودان معمول لحمايه الشركه من الموظف. هي في السودان المدير بيستعمل ال HR عشان يطوع الموظفين. بقصة حقيقية مرت علينا في مكان احنا كنا شغالين فيه, انا ومحمد كنا شغالين في نفس الشركة دي. الحاجة دي زعلتني شديد, وان شاء الله ان شاء الله انا حامل فيها حلقة بعد ما ننتهي من رمضان والحلقات الظريفة دي, بنرجع تاني للحلقات الكاتمة والمشاكل. لكن المختصر بتاع القصة, الموظفين كانوا عاملين اضراب. ليه؟ لانه عاوزين يحسنوا اوضاعهم. كل الموظفين عاملين اضراب. ال HR استلم طلبات الموظفين. ال HR قام عمل شنو؟ شاف البيانات بتاعت الموظفين كله, خدتها قدامه, بقى يشتغل على أساس التفرقة العنصرية. بيخش للموظفين من دارفور بيقول لهم دي الأولاد عرب ما تسمعوا كلام الناس, زي أكسروا الإضراب واشتغلوا شغلكم وحافظوا على وظائفكم. بيمشي للناس اللي من خلفية اللي بيسموا نفسهم عرب يعني, بيقول لهم يا أخي المهم كده يعني. فهمتي هنا الـ HR ده فهمتي شفتي عمل شنو؟ فالحاجة دي بالمناسبة مزعلاني شديد, وأنا إلا شفت أعمل فيديو على الموضوع ده ضروري, إلا نصير شفت أنا عاملها قضية رأي عام في النهاية. كيف يعني تدخلش للناس تقول لهم يا أخي أنتوا أولاد دارفور وتخش شغل بتاع تفرقة عنصرية عديل؟ عيني عينك كده بالواضح كده. دي مشكلة عندنا كبيرة في السودان بجد. جديد عملتوا موضوع عن يعني حلقة عن الموضوع ده, ويا ريت لو بتقدروا مثلا حتى تفضحوا الشركة دي لأنه أو تكون مثلا قضية رأي عام أو whatever. لأن بجد يعني أنا بحس إنه اليوتيوب والسوشيال ميديا بلاتفورم بقت بجد أكثر حتة ممكن الواحد يجيب فيها المواضيع دي ويعبر عنها وممكن يعمل ديفرنس. أنا جاينهم. خلينا بس نعيد ونقول كل سنة وانتوا طيبين وبعدك نجيهم بالمزايا كده. طيب بعد نطلع شوية يا أخوانا من المواضيع الجادة والمسخنة شديدة السخانة دي. خلينا نرتاح شوية. سخنت أنا مع النقطة دي يا أخي. غازني والله صراحة. بعدها حنخش لفقرة هي براون شوغر اوريجينالز, زي نتفليكس اوريجينالز, حاجه خاصه ببراون شوغر. فقره كان عملنا عنها كم حلقه وعملناها مع مريم اسمها طرب ولا طلس. بنقوم بنديكي بيت بتاع شعر, بنقول لك بيت الشعر ده هل هو طرب, يعني هل هو جزء من غنية, ولا طلس انه نحن قاطعينه من راسنا ساي. اول بيت يا وضاحه بقول الشمس كل يوم بتشرق اصله ما تاخر شروقه, في العشيه تسيبنا تغرب يا اخي سبحان البسوقة. طرب ولا طلس؟ دي زهر عين طرب. متاكده 100%؟ طيب اوكي طرب صح. طيب نمشي للبيت الثاني. انت وانا زي شمسين وزي قمرين, سبتيني رحتي القاكي تاني يا حبي وين. القاكي تاني يا حبي وين. اوكي طرب ولا طلس؟ انا حاسه ان طرب. جواب نهائي؟ حامشي مع طرب. متاكده؟ متاكده دي طلس. كنت عايز اقول لكم طرب لكن شكله طرب هابط. دي الفكرة من الفقرة دي بالمناسبة, لأنه مرات انت بتقولي دي مستحيل تكون طرب كده يعني. كنت دي ممكن تكون طرب لكن هابط. طيب يلا التالتة, لا حب لا قلب دقة أنا بس بحب الطقة. طرب ولا طلس؟ دي طرب. وطرب بتاع يعني شو قونات. صح طرب. تو اوت اوف 3. يسمعني حين يراقصني. يسمعني اوكي كويس انك انت قاعد هنا عشان تصلحني. يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات, ياخذني من تحت ذراعي. ذراعي انت ما تشكل, انت اكتب كويس انا اقرا لك. ياخذني من تحت ذراعي يزرعني في احدى الغيمات. طرب ولا طلس؟ تراني في إحدى الغيمات. لا ده بحس إنه طلس, يعني كلمات ما يعني ما مترابطة كده. متأكدة؟ والله أنا همشي مع طلس. دي أغنية بتاعت الماجدة. ماجدة الرومي. لا أوه بالله. لا لا
جماعه كلمات ما بتربط والله يا اخي غنية الناس بيغنوها مبسوطين انت تقولي عليها طلس كيف يعني طيب اخر واحدة عيناك ليال شتوية نبتت في شهور قمرية وزهور فاتنة نضجت في بيوت العشق الشعرية طرب ولا طلس دي طلس لا يا اخي اتخيلي انه هو مؤلف الحاجة دي لكن حلو شديد حاسة انه كان نسمع انت في حتة لا أنا it's really nice. انا جيت في الاعداد قريتها كده ده طبعا انا ما كنت عارف انه هل هي طرب وطلس فانا لما جيت عيناك ليال شتوية نبتت في شهور قمرية الكلام ده راكب شديد قلت له طرب قلت له طرس قلت له طرب طرس قلت له طرب طرس قلت له كذاب طرب عيناك ليال صيفية عيناك ليال صيفية ديك طيب نخش على الفقرة اللي بعديها الفقرة اللي بعديها دي اسمها Would you rather and why هل بتفضل الخيار الأول أو الخيار الثاني ولماذا تمام أوكي تمام بتفضل ترتبطي بنفس جنسيتك ولا ترتبطي من جنسية ثانية ولماذا بفضل ارتبط بنفس جنسيتي طبعا لانه يعني بحس انه ما فاضي اقعد اعرف الناس على يعني كم ثاني على بتاعتي ما في زمن اعزائي كل الفانز الما سودانيين you got no chance guys اقنعوا السؤال الثاني بتفضل المال ولا السعاده وليش نو بفضل المال ولا السعاده ده السؤال صعب شديد أنا ممكن تكوني سعيدة مفلسة ممكن تكون عندك مال وما سعيدة وممكن تكون عندك مال والمال يجيب لك السعادة بالضبط فلا أنا صراحة حمشي مع السعادة لأنه بحس أنه بجد السعادة يعني كنز لا يفنى ولا ما أعرف شنو ديك الغناعة السعادة كنز لا يفنى فيا المال يعني نو الثالثة والأخيرة بتفضل لو كنت اتولدت وعشت حياتك كلها في السودان ولا انه الحاجه الـ الـ النقله اللي حصلت لك دي لا صراحه لا بتمنى انه حصل لي ده عرفت انه اكون انه زي ما قلت انه اكون عايشه برا مش في اي مكان انه فعلا انه تكون كندا ومش انه اي مكان تاني علشان زي ما قلت صراحه الفرص القرايه الجواز الحياه دي كلها حاجة أنا بستفيد يعني أستفيد منها وحقدر إنه أرجع السودان وأخلي وفي الباب الذي برضو لكن لو كنت قاعدة في السودان وقت ده كله ناتشور كان إنه ممكن أكون وين هسه وصلنا طبعا لنهاية الانترفيو للأسف ما حسينا بالزمن معاكي يا أخي بنشكرك جدا 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 على طلتك البهية شايف أنا قاعد بديت أجدع شاعر والله كيف بالله عليك طرب ولا طلص عادي بنشكرك جدا جدا على زمنك وانبسطنا انبسطنا بك شديد هنا تتكب مالك يا زول ممكن أختم الحلقة انبسطنا بك شديد هنا معنا في برنامجنا وشرفتينا جدا جدا وإن شاء الله ما تكون آخر مرة أكيد لا شكرا لكم شديد برضو على استضافتكم بجد ما حسينا بالوقت يا جماعة ما حسيت بالوقت خالص اتبسطت شديد وكانت انترفيو بجد حلو شديد وانتو ناس صراحة بتدخل على القلب طوالي يعني ما حسيت بأي مثلا تكلف ولا أي حاجة كده بجد شكرا لكم برنامجكم حلو شديد يا جماعة دي من الحياة اللي كنت عايزة أقولها لكم تسلم من زوجك بجد مواضيع يعني تابعت كده موضوع انتو كان نزلتوه بجد المواضيع بتاعتكم حلوة حلوة شديد فإن شاء الله انه تستمروا واستمر وحنطلع في انترفيوز أكتر وإن شاء الله كمان في قناتي أكيد إن شاء الله لازم We're down أكيد مشاهدين الكرام ما تنسوا تمشوا تشتركوا عن وضاحة الناس اللي ما اشتركوا وما تنسوا كمان اللايك والسبسكرايب والشير ونشوفكم إن شاء الله في حلقاتنا الجاية السلام عليكم السلام هل مررت بتجربة صيام صعبة لليوم الأول؟ هل قلت لزميلك جنبك وأنت صايم الله الصيام خش العظم؟ هل قلت الجملة دي ولا ما قلتها؟ لو أنت قلتها فنحن هنا الليلة الجايين عشان نساعدك في أنك ما تقولها لليوم الثاني إن شاء الله إن شاء الله حيكون عندنا أخواننا 5 حاجات مفروض تتجنبها عشان يكون صيامك صيام صحي وصيام مريح وأكيد ما حنقول لك 5 حاجات تتجنبها بدون ما نقول لك 5 حاجات تعملها عشان تساعدك في أنك تمر بتجربة صيام سهلة إن شاء الله